أكشن. سبحان اللي خلقوا له الصبي شبعني مثل النسمة. إيه والله الكريت بيقهر شيء ولا؟ عملته خلاص يا رب صباح الخير. 1 3 5 أول مرة. تفضل. أكشن. الله خلق أخين ما خلق طبعين. بعدين عمر يسعد عينه. بكرة تشوفي بجد. يلا. ستيل ريكورد. أكشن. الله خلق أخين ما خلق طبعين. بعدين عمر يسعد عينه. بكرة بتشوفي شو رح يطلع عائل. إلا كمان مرت عمي ميتة زيادة. بكرة خلصنا. خلصنا عمر خلصنا بقى. يلا بدي أكملها. شو هكذا؟ ما بدي أكمليها؟ آسف فكرتكم لا. أنا آسف حالي كتير غلبة. ستيل رولينج. ستيل. تفضل. يلا ستيل. ما أحسن. أكشن. الله خلق أخي ما خلق طبعين. بعدين عمر يسعد عينه. بكرة بتشوفي شو رح يطلع عائل. لا كمان مرت عمي ميتة زيادة. بكرة خلصنا عمر خلصنا بقى. يو شو حكيت أنا؟ مو منيح الدلع الزايد للولد بيجي الأم. إيه لا بقى. لا طلعتي لي الولد من جديد. أنتي أوف. إيه هي أوف. أنا زليش صار ولا الآن مش أوف. والله هيك عاملة مفكرة. يلا نعد لعبة. إيه أستاذ. خليها تذاكرها فيها. شو ولا طعمي؟ شو ولا طعمي؟ كل سنة ببلشونا عن البرش. لكن بني آدم وصايمين. لحي يا عمر إذا بتلحي. شو هالحكي يا عمر؟ إيه هي هذا هو شو ولا برافو اوكي مفيها ايه هذا مو مبين خلص مو مبين يلا 60 بني ادم صايمين ولحي يا عمر اذا تلحي سبعة تاني مره البيبي اساتذه اسمه تفضل داريس الله اكشن ليت لي اقول لك شو عائل شو هذا عكس اخو بعدين عمر يسعد عينه بكره بتشوفي شو رح يطلع عائل اي لا مرت عمي كمان الله يصلحها ميعته زياده خلصنا خلصنا عمر خلصنا بقى شو حكيت انا مو منيح الدلع الزايد للولد بيجي الام لا بقى لا بقى طلعتي لي ابنه مجنون يكون بعلمك انا ابني بربى مو مايع وها شو حكينا معك والله شو قلت لها انا ليش هيك مهزت حملت حالها وطلعت ليك حاكتني عن بناتي تنتين وما فتحت ظلمي بحرف ان شاء الله شو نقوزه اي والله معك حق نقوزه ايه ال 18 بيقولوا اوه تعالوا رولين تفضل 421 ب 24 مرة تفضل اكشن الله خلق اخي ما خلق طبيعي بعدين عمر يسعد عينه بكره بتشوفي ما احلاه شو حيطلع عائل ايه كمان مرت عمي ميعته زياده ايه خلصنا قمر خلصنا بقى شو حكينا؟ عم نقول ما بينفع الدلع الزايد للولد بيجي الأم ايه لا بقى لا بقى شو حبيبتي طلعتي لي ابني مجنون يكون بيعلمك ها انا ابني مربى مو مايع وها ايه
فرجيني استاذ مطار ممكن يفوت بس يساوي بابور الاخرس يلا بس خلوا الاخرس معلش لا كان من هيك مو تسوي لي بابور الاخرس شباب هدوا شوي شباب جاهز يتعلق هذا تفضل ستيل اكشن يلا والله بس انزل الشوط الاول ايه 20 واحد ثاني مره بس خطوه صغيره لورا مو راح ورا شو الناس خوفي استاذ يا استاذ تفضل شو بدنا اكشن مدام كاريس بسمع صوتي؟ سعد الصباح شكرا ست نادي لحم فيش وجوه هيك هون وكت فورا لكريمه يعني هون قطع الحماس هي لقطه رقم 2 اوكي 2 نفسها ضلت جملتين تمام اوكي مزون ماكسر اوكي نرجع نقطع من يوم شوط الله يعني هي تزاوله الله يعطيك العافيه تقدرني وجهته لعندها اجا وعطاه ان شاء الله يصير على يلا اوكي كريمه يفضل